أقيمت تلك البطولة في الأوروغواي، وكانت الرحلة البحرية من أوروبا تستغرق 3 أسابيع. رغم ذلك سافر فريق من رومانيا للمشاركة. كانت الأوروغواي مرشحة للفوز بعد فوزها بالبطولة الأولمبية مرتين متتاليتين، وكان خوسيه أندرادي من أبرز لاعبي الأوروغواي. وتقابلت في المباراة النهائية الأولى على كأس العالم الجارتان اللدودتان الأوروغواي والأرجنتين، ويفصل بينهما نهر لابلاتا. واحتشد 90,000 متفرج في ملعب العيد المئوي الجديد الإنشاء لمشاهدة المباراة. وخرج منتخب الأرجنتين من شوطها الأول متقدما بهدفين لواحد، ولكن منتخب الأوروغواي سجل 3 أهداف في الشوط الثاني وانتصر 4 أهداف لهدفين، كما يبدو في هذا الشريط الثنائي لأول بطولة عالمية. وعمت الاحتفالات الشعبية البلاد، إذ كانت الأوروغواي تحتفل بعيد استقلالها المئوي، ولم تشترك في البطولة الأولى سوى 13 دولة، كان منها 4 دول أوروبية فقط لبعد شقة السفر. كان ذلك هو سبب امتناع الأوروغواي عن الدفاع عن لقبها في البطولة الثانية في إيطاليا.